السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنتعلم طريقة أسطورية لتنظيف رامات الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعنا، بحيث ان احنا نقضي على تعليق الجهاز او تهنيجه بمنتهى البساطة. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. كل اللي احنا هنعمله هنفتح المتصفح بتاعنا ونيجي في خانة البحث فوق نضع رابط تحميل الأداة اللي احنا هنستخدمها. هي أداة بسيطة جدا وصغيرة، وإن شاء الله هترك لك رابط تحميلها في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو. هنزل تحت واختار عند داونلود، أضغط وانزل تحت لحد ما اخد اللي هي الأداة اللي هي ميموري كلينر. أضغط على داونلود تظهر معايا الاداه. تمام، زي ما حضرتك شايف كده اتفتح اتحملت معايا بمنتهى البساطه، هي اداه خفيفه جدا وصغيره جدا. هعمل اغلاق، هدخل اجيبها بقى من المكان اللي اتحملت منه. تمام، من اللي هي التنزيلات ملفات المضغوطه. تمام، هي الاداه ديت هاخدها قصر واحطها على سطح المكتب بتاعي، وابدا افك الضغط من على الأداة والاستخراج إلى هنا. تمام، زي ما حضرتك شايف كده ظهرت معايا الأداة. هي ما بتحتاجش إلى سيت اب، هي أداة بتشتغل بدون عملية سيت اب. تضغط عليها ضغطتين تقول له نعم، هتفتح معاك الأداة. هننتظر. تمام، تظهر معانا بالصورة ديت. زي ما حضرتك شايف كده الأداة بسيطة ما بتحتاجش لأي سيت اب. كل اللي انت تعمله لو حابب ان انت تغير اللغة، في العديد من اللغات. تمام، اللغة اللي تعجبك تشتغل بيها، يعني ممكن تخليها اللغة الانجليزية، ممكن تخليها اللغة العربية زي ما حضرتك حابب. انا حابب ان انا اخليها باللغة العربية عشان اخلي الكلام يبقى مفهوم لجميع المشاهدين. تمام كده هو في حضرتك الاعدادات بتاعتها، خلي التحديث التلقائي ده موجود، خليها تشغيل عند بدء التشغيل. تمام كده هو، ونخلي كل الاعدادات زي ما هي. هنا بيقول لي ان انا ممكن اعمل لك عمليه تحسين ده كل 4 ساعات. ممكن حضرتك تزود المده او تقللها، يعني زي ما حضرتك شايف كده انا ممكن ارفع عدد الساعات، ممكن اخليها مثلا كل ساعتين يبدا يعمل تحسين تلقائي زي ما حضرتك شايف. تمام، ممكن احدد له امتى يبدا يعمل عمليه تفريغ للذاكره، يعني لو الذاكره وصلت لحد معين يبدا يعمل عمليه التفريغ. تمام كده، فأنا ممكن نخليها مثلا لحد 22%. طيب قبل ما نبدأ نعمل عملية التفريغ، أنا هفتح معاك اللي هو مدير المهام اللي موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعي. هقف على شريط المهام واضغط على مدير المهام، هيفتح معايا بالصورة ديت. هاخد الأداة بعيد شوية عنه عشان يبقى كل حاجة واضحة، وأدخل على اللي هو الأداء. تمام كده، ونروح على الذاكرة. زي ما حضرتك شايف كده استهلاك الذاكرة عندي ازاي، لاحظ كده الاستهلاك. تمام كده اهوت، وهنا 3 جيجا و7، المتوفر 2 جيجا، وهنا 4 جيجا و2 من عشرة. تمام كده اهوت، فابدأ اضغط على طول على عملية التحسين، ولاحظ الفرق اللي هيتم في شاشة مدير المهام بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك، هتلاحظ الفرق مباشرة. ابدأ اضغط على اللي هو تحسين. تمام كده اهوت، هنلاحظ بص حضرتك انخفاض كبير جدا في اداء اللي هو الرام، يعني انا وفرت جزء كبير جدا من استهلاك الرام. تمام، يبقى الاداء اداء فعاله زي ما حضرتك شايف كده، ومجرد ما ضغطت ضغطه بدات تقلل على طول من استخدام الرامات، فده طبعا هينظف الرامه وفي نفس الوقت بيحسن من ادائها وكفاءتها، ويخلي جهاز الكمبيوتر بتاعك يشتغل بكفاءه وما يحصلش فيه عمليه تهنيج. طبعا ان شاء الله هترك لك رابط تحميل الاداه في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو. لو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنسانيش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك منها كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.